ليش مركز اللغات الحديث في الويبدي هو خيارك الأفضل؟ لأنه خياراتك واسعة وبتقدر تختار اللغة اللي بدك إياها، إنجليزي، تركي، ألماني، فرنسي. وكمان في مرونة باختيار الأوقات اللي بتناسبك، المحاضرات الصباحية من 9 للـ11 ومن 11 للـ1، والمحاضرات المسائية من 4 للـ6 ومن 6 للـ8. جميع المعلمين العرب والأجانب حاصلين على اعتمادات دولية متخصصة لتعليم اللغات. في المراحل التأسيسية بنعتمد المدرس العربي لحتى يستفيد الدارس أكثر ويستغل الوقت، وبعدين بيكمل مع المدرسين الأجانب. ومركزنا معتمد من جامعة كامبريدج وميتشيغان للتقييم اللغوي. طبعاً قاعاتنا واسعة ومريحة ومكيفة ومجهزة لتناسب جو التعليم الحديث، وبنستخدم أحدث المناهج في التدريس. إحنا المركز الوحيد اللي عنده سكن بيتسع ل 120 طالب وطالبة، يعني بتقدر تلتحق بمركزنا حتى لو كنت بمحافظة تانية أو حتى ببلد تاني، وبنضمن لك إقامة مريحة وبنخدمك بعيوننا. في مركز اللغات الحديث في الويبدي بتلاقي أجواء تعليمية مريحة، وبتكون صداقات بتستمر معك العمر كله، ورح تستفيد وتحقق هدفك لأنك عم تتعامل مع ناس محترفين، ورح تودعنا وتخبر عنا. مركز اللغات الحديث، كل لسان بإنسان. كل لسان بإنسان.